الساكنه الخضراء عايشين ضرر ديال الروائح الكريهه اللي كتجي من المطرح، وخصوصا بالليل ملي كتكون الرياح شرقيه، ولكن الضرر ما يوصل قليل بالنسبه اللي عايشين الناس اللي ساكنين حدا هذا المطرح، والناس المجاورين لذاك المطرح اللي الليكسيفيا هاجم عليهم في ديورهم، والليكسيفيا وصل للمدارس تما، والليكسيفيا كتعطي الريحه ليل ونهار مع المخاطر كلها اللي كاينه. الروائح ما بقاش كتوصل غير للبوسكوره، راه كتوصل للدار البيضاء كامله، راه الناس كيشكيو في دو مارس وكيشكيو في سيدي معروف، الروائح ما كتوصل الان على حسب اتجاه ديال الرياح. وحتى الزوار ديال الدار البيضاء الان راه كيعرفوا هادشي، اللي جابت في الدار البيضاء راه غادي يشم الريحه. اليوم كان اجتماع باش التضافر الجهود ديال الجمعيات كاملين اللي خدامين في هادشي، باش يكونوا دي زاكسيون كونكريت، ولا من الناحيه السياسيه ولا من الناحيه الجمعويه ولا من الناحيه القضائيه، باش نشوفوا فين غادي باش نلقاو حلول لهذا المشكل. دابا اللي شرى راه اللي عطى الله هو هذا، اللي عنده فين يمشي غادي يمشي، ولكن دابا المشكل هو اللي واش مازال شي واحد غادي يجي يشري، لان في بلاصه يمكن الخضوريه ديال ما بقاتش مدينه خضراء، راه ولات مدينه ما الروائح فيها كارهه. دابا هادشي اللي كاين، واش الناس مازال غادي تجي تشري في هذه المدينه ولا ما تشريش؟ نطالب الناس يشوفوا هاد الناس اللي عايشين في هذه المشاكل من هذا المطرح، راه من 1985، وهذا المشكل هذا مطرح من شحال هذه، وهاد الحلول اللي كدار كلها غير حلول ترقيعيه، فهمتيني، غير حلول ترقيعيه، والمشكل كبار من هادشي، راه الفرشات المائيه متلوته، والهواء متلوت، وحتى المياه اللي كتعاود تستعمل في السقي راه متلوته. يعني الان راه اش كنطالبوا، خصو يتلقى حل جذري لهذا المشكل.